مرحبا فيكم مجددا مشاهدينا الكرام. وصل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح إلى قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارة استمرت عدة أيام لمحافظة أرخبيل سقطرى برفقة عدد من الوزراء. وتأتي عودة بحاح استجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بسرعة العودة إلى عدن للعمل مع السلطة المحلية لوضع حد للاختلالات الأمنية، وكذلك للعمل على تطبيع الحياة وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن. وكان بحاح قد غادر عدن قبل 3 أسابيع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور قمة الحكومات العالمية في فبراير الماضي. إذا مشاهدينا، للمزيد من التساؤلات حول الوضع الميداني في عدن وملفات التي تتعلق بالحكومة وعودتها إلى عدن، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب أو الصحفي والمحلل السياسي فؤاد مسعد. مرحبا فيك سيد فؤاد. مرحبا فيك وفي السادة المشاهدين المتابعين. سيد فؤاد، بداية، كيف تقرأ عودة بحاح إلى عدن بالتزامن مع الأوضاع أو تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة؟ بالتأكيد أن عودة نائب الرئيس رئيس الوزراء إلى عدن هي تأتي ضمن المحاولات الدؤوبة والمتواصلة من قبل الحكومة والرئاسة لتطبيع الأوضاع في عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة وباعتبارها يعني أهم المدن والمحافظات اليمنية التي تم تحريرها والتي يفترض أن تكون يعني نموذجا لبقية المحافظات، خصوصا ان المعارك لا تزال مستمره في اكثر من محافظه في سبيل استعاده الدوله بشكل كامل وسبيل تحرير بقيه المحافظات من قبضه الميليشيا. بالتالي تاتي اهميه عوده الحكومه وعملها الذي يفترض ان يكون عملها بشكل كلي وبشكل كامل من عدن. التوجيهات طبعا معروفه من الرئيس، وايضا الحكومه لها توجهات سابقه وطالما اعلنت عنها في اوقات يعني من وقت مبكر عقب تحرير المدينه من الميليشيا. نعم. كانت توجهات الحكومه ولا زالت ان تكون عدن هي يعني باعتبارها العاصمه، ان تنطلق منها اعمال الاغاثه، تنطلق منها بقيه الاعمال الحكوميه لتعزيز الشرعيه واثبات وجودها. سيد فؤاد، 3 أسابيع ورئيس الوزراء خارج اليمن، ما الذي عمله؟ تعرف ان يعني طبيعه المواجهات وطبيعه ما تعيشه البلد بشكل عام سواء من حيث اضطرارها يعني لبعض الاعمال التي المرتبطه بالخارج وبعض الاعمال التي يفترض ان يعني ان يظل جزء من الوزراء مرتبطين اما بالمنظمات الدوليه المعنيه بالاغاثه او بالمنظمات المعنيه برصد الجرائم وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثي. هذا يعني جعل عددا من الوزراء مربوطين بالخارج اكثر من ارتباطهم بالداخل، وان كان يعني المفترض ان تظن الحكومه بشكل يعني رئيسي وبشكل اساسي ان يكون عملها من عدن، لكن لا تزال هناك يعني اكثر من معرقل واكثر من معوق اضافه الى ارتباط يعني البلد بالمواجهات والمحاذير والمخاوف الامنيه التي لا زالت حتى تهدد المدن المحرره. نعم سيد فؤاد، قضى رئيس الوزراء مع بعض وزرائه 3 أسابيع خارج اليمن، الوضع الأمني في مدينة عدن وضع سيء للغاية، ودائما تكون على رأس الأولويات تكون الأوضاع الأمنية. ما الذي يمكن قراءته من هذه الزيارات الخارجية بينما الأوضاع الأمنية في عدن سيئة ولم تستطع الحكومة حتى الآن حلها؟ الحقيقة أن الأوضاع من الناحية الأمنية ليست سيئة إلى الدرجة التي تجعل جميع الوزراء يعني يمارسون اعمالهم من خارج البلد. توجد يعني بعض الحوادث الامنيه لكنها ليست الى الحد الذي يجعل الحكومه يعني حكومه منفى، على اعتبار ان الشرعيه تسيطر يعني وفق اعلانات رسميه وبيانات حكوميه انها تسيطر على 80% من اراضي اليمن، فيفترض والاصل ان تكون في عدن او في اي محافظه مؤمنه ومحرره. الاوضاع الامنيه ليست الى الحد الذي يجعل الحكومه بالكامل يعني تقوم باعمالها من خارج البلد، وهو الاصل ان تظل الحكومه في اليمن، ويعني باستثناءات قليله لبعض الوزراء او بعض الارتباطات للمسؤولين حكوميين يعني فيما يتعلق باللقاءات او يعني او بالمؤتمرات او بالمحافل الدوليه بما يعزز عمل الشرعيه ويختمها على الارض. نعم،
كانت هناك تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بأن الوزارات ستعود بشكل كامل للعمل من عدن كعاصمة مؤقتة، وهناك مباني للوزارات قد تفتح وتبدأ بتقديم خدماتها، لكن أين هي؟ أقول لك أنه كثير من الإعلانات والتوجهات التي أبدت الحكومة، يعني بدأت الحكومة وأنها متحمسة لها منذ تحرير المدينة في يوليو الماضي، لكن على الأرض لا يزال العمل بطيء وبطيء جدا، لا تزال يعني خطوات الحكومة بطيئة للغاية، وهذا يعني يؤثر سلبا على أداء الحكومة بشكل عام، يؤثر أيضا على يعني أداء المؤسسات سواء المحلية أو المركزية، لا يزال أدائها ضعيف ولا يزال دون المستوى المعمول في مختلف المجالات، نتيجة لأن الحكومة لم تحسم أمرها ولم يعني تبدأ بنفسها وتبدأ هي يعني إجراءات الوزارات من عدن حتى يعني تتبعها بقية الأجهزة والمرافق الحكومية المرتبطة بهذه الوزارة، لكن عندما يكون العصب الرئيس وهو الحكومة والمكاتب الرئيسية للوزارات غير موجودة، فبالتالي يظل هذا عائق أمام بقية المرافق والأجهزة الحكومية. إذن ما هي أولويات الحكومة التي على وفقها تتحرك؟ الأولويات هي يعني الاهتمام بعدن بشكل أكبر، تأمين عدن بشكل أكبر، وبالتالي أن تبدأ الحكومة بشكل كامل وبدون استثناءات وبدون يعني تباطؤ، أن تبدأ العمل بشكل كامل من عدن باعتبارها العاصمة، تعود كل الوزارات وتبدأ من عدن يعني بأشكال يعني بشكل كامل باعتبار الوزارة تستوى ليس مجرد يعني مكاتب يعني فرعية أو مكاتب في الغالب هي مغلقة ولا يوجد فيها أي عمل ولا يوجد فيها حتى الموظفين العاديين، لابد من وجود الحكومة وجود فعلي وليس مجرد يعني إعلانات لفترة مؤقتة ثم تعود إلى المنفى. نعم، لكن فؤاد لماذا لم تنجح الحكومة حتى الآن في مشكلة أو المشكلة الأمنية في عدن؟ لماذا لم تنجح أمام هذه الإشكالية حتى الآن؟ الحقيقة يعني أن النجاح المطلوب من الحكومة يستدعي يعني كثير من الجهود، رغم أنه يعني أن الحكومة ورثت خاصة في عدن ورثت وضع استثنائي، وضع يعني عش للأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية التي ارتبطت بالرئيس المخلوع كانت أجهزة يعني ارتباطها أكثر بشخص ولم يكن هناك منظومة متكاملة للدولة، بالتالي الحكومة لم ترث هنا أجهزة دولة ومنظومة متكاملة، فأكثر الصعوبات هي متعلقة بالإرث السيء والإرث الثقيل من مخلفات الأوضاع سواء الأمنية لكن أو الإدارية أو الأجهزة السيادية. لكن سيد فؤاد يعني هناك أيضا أخطاء للحكومة، مثلا ملف الجرحى، ملف المقاومة وإدماجهم، ملف تسليم المستحقات، هل هذه أيضا تقع على عاتق حكومة المخلوع علي عبد الله صالح أو على عاتق يعني تدخلات أو الخلايا التابعة لعلي عبد الله صالح؟ هل هناك أيضا إخفاقات لدى الحكومة؟ بالتأكيد أخي، عندما نقول أن الحكومة ورثت وضعا سيئا وضعا كارثيا لا يعني أننا نعفيها من بقية الملفات أو بقية يعني الأخطاء والإخفاقات التي تتحملها الحكومة وحدها، هناك يعني إخفاق معروف فيما يتعلق بدمج المقاومة في الجيش الوطني، وهناك يعني الجهات كل جهة ترمي باللائمة على الجهة الأخرى، وهذا إخفاق لا يمكن أن نرمي به على الحوثيين أو على الرئيس المخلوع، هذا تتحمله الملف تتحمله الحكومة القائمة وأجهزتها المعنية بشكل رئيسي، تأمين عدن في هذه المرحلة تتحمل الحكومة وأجهزتها سواء الأجهزة المركزية أو الأجهزة المحلية، هذه يعني أشياء لا يمكن أن ترمي باللائمة على أي جهة أخرى. نعم، يعني بالرغم من أن الوضع الأمني هو المتطلب الأول للمواطنين يعني سواء في عدن أو في محافظات أخرى، لكن خصوصا في عدن حاليا هناك كثير من الخطط الأمنية أعلنتها السلطة المحلية، ومؤخرا أعلنت أيضا خطة أخرى أمنية، ماذا تختلف عن الخطط السابقة؟ الحقيقة أن الأمن يعني يحتاج المواطنون يحتاجون في عدن أو في غيرها إلى أن يجدوا الأمن حقيقة على الواقع، وليس يعني وليست المهمة أن يعلن أي مسؤول أو أي جهاز أمني أن لديه خطة وأنه بدأ ينفذ خطة أو أنه
سينفذ خطه ولا يتم تنفيذ الا الاغتيالات والا الانفجارات والجرائم. ما يحتاجه المواطن في عدن هي يعني ان يجد الامن حقيقه ماثله امامه، ولا يحتاج اعلانات عن الخطط الامنيه التي ربما تجعل من يقدمون على اختراق الامن فيه بالاستعداد تجعلهم يضاعفون يعني من جرائمهم، لانه بعد الاعلانات المتتاليه من السلطه المحليه عن وجود هذه الخطط الامنيه زادت الاغتيالات وزاد استهداف الجنود استهداف النقاط الامنيه، وبالتالي ما تحتاجه هو امن حقيقي وموجود على الارض وليس مجرد اعلانات عن خطط. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر الصحفي والمحلل السياسي فؤاد مسعد، كنت ضيفنا في هذا الموضوع. اذا مشاهدينا في الموضوع التالي والاخير من هذه الحلقه سنتناول لماذا يحجب الحوثيون مواقع خصومهم ولا يحجبون مواقع تنتمي لتنظيم القاعده وداعش؟ نتساءل حول هذا الموضوع بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.